واش واش لاباما كي دايرين انت تكونوا كامل بخير الحمد لله في فيديو جديد. قبل اي حاجه ما تنساوش ديروا شي لايك خليو شي كومونتير زوين بحقنا ما تنساوش الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه ومرحبا بكم في لاباج انستغرام تاعي كندير فيها لي فلوغ كندير فيها لي باين كندير فيها شي فيديوهات نتاع الضحك غادي نخلي لكم ليا لتحت على الكتبان تاعها هنايا وراكم عزاز مرحبا بكم في نهار جديد راه 7 اونس نبدا ان شاء الله 8 الخدمه وقتوني غادي شويه روطار يلا خوتي ليتس جو واش اخوتي راه 8 قل 10 انتوما الصباح راه يطلع السمر راك داير هانيتون كل لكم اليوم واش جبت سموت والضحك والله الا قول لهم تصاوبوا واش جبت المرميطه الجميله والله الا اليوم جبت المرميطه مع عندنا الفرارن هنايا تاع الحطب غادي بلاتي مع ديك جوج سخنوها وما كان غير طحن متعقل عليا ما نعقل عليك هاد السمر غادي نخليو هنا حوايجنا الماء والقصه هي المرميطه زين ندير وانت الحوايج تاع الفطور ديها هذيك يا خوتي غادي نمشيو حنايا غادي نمشيو للفرار اللي الجهه الاخرى فين كاينه الدار تاع الباترون باش نشوفو واش غادي نديرو انا جاتني غادي نخويو فران هاد الصباح غادي نخويو فران تاع طابه ومن بعد غادي نجي هنا نخويو تاع الفلفل بحيث راه طاب ومن بعد نديروه في الخناشي وكذا المهم راه نوريكم داك الشيء ان شاء الله هاد السمر درك اليز صراحه راني مدقدق مع البارح الزينه الشكايه تخيلوا وتخيلوا درك التليفون ما بقاتش نهز والله الا عييت يدي ما بقاتش ندير لها هكا المهم خوتي بقاو معانا شوف خوتي على جو شحال زوين اوه وهذا شكون شكون هذا شكون دودا ولكن ما نكذبش عليكم ماشي كتحس بواحد هاد الوقت هاد الساعة هادي زوينة واحد الهواء اخوتي كتشمو نقي بحال كيرولاكسي اقسم بالله كتمشى ومرتاح مرخي والله الا يا سلام الصبحية بحال هادو زعما الناس يعني اللي تقدر تفيق بكري تخرج تمشى شوية ولا دير سبور في هاد الوقت احسن وقيته والله العظيم عبد الصمد قال لكم هذه احسن وقيته في الناموسيه والله ما كذب اخوتي احنا نبردوا على قلبنا واش كون شي خدمه غادي نوضوا درك والله انا نبردوا على قلبنا راني نقول لكم هذا الوقت زوين وتخرجوا في هذا الوقت واش من تخرجوا في هذا الوقت راحوا قلبوا اجبدوه على امها بنعساتها للجوج راه 8 بيلا والباترون مازال راه نعس غادي ندير له واحد الخلعه اخوتي غادي تموت بالضحك انطونيو اما هتيا كيصلى هاتشو خلعتو انطونيو دفرت عطي هتيا لو كي نو نو ديتش لو سكادرو سي بيرو تي نو تا بوينو ديو مفورا نو كتامو انطونيو ديسي نو تا بوينو لو ديخامو با مانيانا المهم لا فهمت كنت نهضر مع الباترون ما غاديش نخوي الفران تاع طابه درك بحيث قال لك مازال ما طاب ركب عليه البارح بالليل هذيك غادي نمشيو نقلعو كي سميتو غادي نمشيو نقلعو داك الورد تاع طابه صافي بلاتي نشوفو واش غادي نديرو ان شاء الله صافي خوتي يلا بقاو معنا ليتس جو يلا خوتي على بركه الله صباح الخير ما قلناهاش مقبله شرف فامي صاود راني نزعمو باش نلقاي بلوغين هذا بلوغ ديالي هذا هذا اليوم ديالي هذا هذا غادي نديرو هنايا صافي بلوغين اه ايوا راه فامي يعني والله الا راني نتسنى غير نوقف غير باش نضرب ديك المرميطه واو واحد المرميطه واحد المرميطه في النار تاع الحطب واعره 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 هذه الجوال طنجيه هاتي كاو هاتي كاو هادي تجي هاتي كاو غادي نقول لكم واحد المرميطه اليوم جبنا المرميطه مره اخرى غادي نجيبوا الكفته نشويو واه الكفته حسن الكفته كتشوى كاين الشوى كل نهار نجيبوا حاجه كاين الشوى شفت عليكم اخويا طلعنا في الراس الكاشيرو واه باكيت داك الشيء طلعنا والك والك كان غير تغمش تضرب واحد الضرب مرميطه نتاع المرقه وتولي تخدم هادشي تاكلو كطور هادشي تاكلو بقى هكا دير يلا خوتي بقاو معانا المهم لافامي راه 11 تقريبا 11 قل 10 ولا يلا كملنا الخط درنا نكملوها نمشيو نفطروا راه حميتين مجع الله ما نكذب عليكم واش جايب لنا ما تقول هاش واو فيها المسمنة اخوتي وبلاتي المرقة اليوم اخوتي احسن احسن قص جبناه هو اليوم والله الا سانك سانك نفطروا غير هنا في الطابلة صافي بصح حنا الظل انا برد والله حنا منفخين اخوتي نمشيو للشميس
احنا من نفخين مع طابه كتكون نفخه في الصباح وما جبناش الميكه مع صحبتنا غادي نخوي الفران هذيك كتنفخنا خصنا نمشيو لشي بلاصه فيها الشميسه باش نقصها. واو خوتي والله الا المسمن وعاد البارح شرينا واحد المادلينه قلت لعبد الصمد ديها انت معاك للدار ناكلوها فيها العسل حتى هي زينه مع هاد الخدمات بحال هادو مزيان الواحد يجيب شويه شيكولا ولا شي مادلين فيه الشيكولا باش كيزيد لك الطاقه باش تلا يعني فشلت معاك عارفين السكريات راه كيعاونوا الواحد باش كيشد راسو مزيان باش ما يفشلش. سي عبد الصمد ها هو غادي يضرب المسمن غادي يبقى يدير بحال العود. حتى انا راني جيعان غادي يجي الريحه هنا قدام القرعه والله الا دائما نبغي نقول له عندي معايا واحد الحبه ولا شي شو كانت والله الا واحد القرعه يا سلام شي قصعه ديال الطعام تجي بيها واش غادي نقول لكم اخوات. ها هي اللي قلت لكم شريت هذه واحد المادلينات فيهم العسل هذه الطاقه 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 الايجابيه هاي فيها حتى العربيه هذه واقيلا كيديروها في مليليا بقاش بدون سيمون راه لهي ها يا صاحبي العصير باش نفوت ايوا صافي جبنا هي الماء نفوتو صافي مع العصير والمرميطه خليناهم الفوق قدام الفران باش تما نتغداو تما نسخنوا داك الشيء. امي الماضي نتاع العسل كي داير واعر مسمنا هو كسكرو العواصر نعم السيدي دودة القرعة المهم لا فامير حنا كلينا والله الا روحنا نص ساعة نحط الحويجات نمشيو نخدمو خاطروني انا جاتني ولا ينعس حيت حوايجها راه والله الا يمكن ولا ينعس هادي هي بيته. المهم خوتي الخدمة 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 تعيو معانا فين غادي نبدا؟ دو ملح لا فامي انا نوريكم الفرار اللي خدمنا فيهم البارح حل حل شي واحد لا تقدر هاي حل 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 شو كي راه يطيب شتو وكيطيب غير بالهواء كيبقى يطلع واحد الهواء من التحت وكينشف وكيقعد شي ربع ايام كينشف هادي كيفاش كينشف كنجبدوه كنطحنوه وكنديروه في الخناشي وكيمشي يبيعو صافي كيولي عطريه. واش لا فامي خليت كمال وعبد الصمد راهم قلت لهم ديو لي تخطي الحساسيه بحال زيرت عليها شويه وخصني الماء باش داكشي اللي عندي هنا بحال شي حاجه كتحرقني هاد الطابه ما كنقدرش نخدمها يعني حتى في الفران قلت للباترون ديك النهار الا ما تجيبليش ماسك وغادي نجرب قدرت غادي نخدم ما قدرتش ندير شي حاجه اخرى وهاد الطايبه ما كنقدرلهاش ديك الريحه وهكا وكتخرج عليا كنحس بواحد الغبره كتطلع معايا كنشمها صعيبه قاصحه والله الا راه الطابة راه اخيب حاجه كاينه في الدنيا والله الا هاد يعني هاد الكارو اللي كيكميوه الناس نطلب من ربي يعفو عليهم والله الا في كل بلوك كندير كنهضر على هاد الطابة كنقول لكم راه ماشي مزيانه يعني بغيت الناس اللي كتكمي ربي يعفو عليها ما تعاودش تكمي حيت راه ماشي مزيانه راه واحد اللصقه فيها واحد المواد دخان بزاف راه كضر الصحه والله العظيم. انا عاد جاتني ندير القرعه معايا حسن حيت زيرت نقدر نشرب كل شوي نشرب غادي نديها معايا غادي نديها معايا ما نخليهاش هنا باش كل شوي حرقتني هنايا نشرب ايوا ربي معانا او يلا خوتي ليتس جو ناحيه الساعه راه 12 يعني باقي لنا ساعه ونستراحوا ان شاء الله والله الا غادي نتسنى غير فوقاش نكمل واش غادي نقول لكم اخوتي راني جايب واحد سيدي مرميطه الله اكبر ومسكين كامل الدري اللي خدام معانا كيمشي مع الوحده قلنا له والو غادي تقعد معانا ما تمشيش غادي تجلس حتى تاكل معانا حيت اخوتي عارفين واش هي انا طيبتها البارح بالليل مي غادي نسخنوها في الفران غتطلق واحد النسمه واحد الريحه وسوقتو هنا في الخدمه تاكل في الخدمه راه ماشي بحال تاكل في الدار كتاكل مع كتكون جيعان حتى الماكله هنا كتشهاها كتجيك بنين. المهم راه فامي حنا كملنا الخدمه الحمد لله حيت القويات راه الوحده هادو كنمشيو نتغداو تخيلوا معايا اهم حاجه نسيتها نسينا الطبسي باش فين غادي نكبوا المرق غادي نمشي عند انطوني نشوف واش راه في الدار نقول له يعطينا شي طبسي باش نطلعوا من هنا الفران تاع الفلفل ونديروا المرميطه تسخن ونقصيو ان شاء الله. الله الله شحال وانا نتسنى خوتي هذا الوقت واو فيها واحد الجوعه عارفين كي تجي درك المرقه تسخنها هنا اوف العسل. المهم لا فامي راه حنا جينا باش نطيبوا المرميطه نسخنوها يبان لي با هنا غادي نطلعوا عليه با الباترون واحد الشارف اخر واش غادي نقول لكم شحال ينقر ولكن غادي نشد فيه بالمزيان حتى انا مرمطة خلينا عليها في الصباح واش غادي نقول لهم حتى هو سميتو بحال ولده أنطونيو
الباستا. والله الا خوتي عنده اكثر من 70 سنه كيجي مع 8 نتاع الصباح يخدم. قيطان دار انتريت وباقي مازال كيخدم، عنده واحد الصحه انا وما عنديش، نقسم لكم بالله العظيم. يا سلام على المرميطه تيرارارا. اتسمط الله لا المغامرات اخوتي. خبز يا ودين خبز. شوفوا يقول لي درك هذه كي تجيك هنا واش ماشي السكر. يلا ندخلوها. يلا هذا احسن. واش مش تقول لك داخل الغار ديال لا دير في الحديده في الحديده غير في الحديده سخون في الحديده دير فوق الحديده معلم يطيب يطيب ولا تما ماشي طيب لك هاي تحرق شكون هذا ديرو فوق وا شو حط تما يديك واش شو والله حتى يديك والله ما نديرها يلا يلا سخلي وينك واه نلعب هو المجموع ديالو هنا احسن روح انا سخون بالخف الله الا سخون هاني درت على فام يالتو اوه الحمار اوه الحمار كاين بزاف كاع واحد الشيون جيو نهزوه اوه شوفوا بابا واش راه يدير عندك هنا كل كيفا سانتونيو كتا هاسيندو غراباندو بو اكي اتيا كومو تراباخاس اي اهو ماكينه Cabo, yo tenía que subir a pisarme esto, si no, no la clavo. Está muy levantada. ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí? Sí, pero. No, pero sí, ahí tengo yo que clavar. Con el tacón más acá. Más acá. ¿Qué coja nada más esta? ¿Qué coja esta? ¿A esa lo coja? Esa. Pégate a ver si la aguanta. Me va a tomar ahí. Que está levantada y no tengo boba para dar. Vale. Pégate a ver. Esto. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado? ¿Ha sobrepasado? No. ¿Esto? ¿Esto? شوفوا شحال واحد البخار ايوا هذاك كيجي من التحت حيت انتما كاين هادو دايرين هكا والتحت كاين كيبقى يطلع كينشف 3 ايام ولا كينشف صافي هذا يعني دايرينو التقليدي والله الا فهمتوا انتما شفتوا حنا دايرين ما وهذاك البخار كيطلع الفوق كاين هنا هاد الخطا وتما الفلفل كيبقى يطيب وكل نهار كيجيو يقلبوه باش تاع التحت يطيب حتى تاع الفوق مراميط ها هي هيا تبقبق انقى دائما نجيبو المرميطه والله يا سلام المهم لا فامين دي علام الريح دي هاد الديكوره الطابله درناها الطابله تاهي درناها تما واحد الكافه ولكن تقولبنا والله الا تقولبنا اهم حاجه نسينا التبصي دابا فاش غادي نكبو هذاك الشيء غادي ناكلو هكاك بلدي يلا ها 100 طابله 2020 هذا ضيعناها نسينا كي سميتها نسينا الاخر حل شوفوا طابت ولا واد سخنت طايبه زعما شنو قصي لي قليه هو يبع ايه هو يبع على لي قليه لا واحد المرميطه هو واحد خصنا يبقى بصي طعم الفيلم مشكل
في الخدمه كيما كانك تجيبني هنا تضرب على الصامات كله اللحم ضربوا اللحم ها انتوما راه فامي واش غادي نقول لكم واحد المرقه ها انتوما ومخزينه حتى حاجه باش تشوفوا درجي معنا نصف مسكين حنا نضربوا والله الا ضربت هاد المرقه هاد الطابه غادي ناكلها درك ونسكي العود غادي نستراح درك واحد 10 دقائق ولا ونمشيو نقلعوا الفلفل حتى للربعه الفلافل حتى للربعه وغادي يجي عندنا الباترون ان شاء الله غادي يدينا لواحد المزرعه اخرى ما عرفتش يمكن واش غادي نخوي ولا ما عرفتش غادي ندير المهم مع الربعه غادي يجي عاود لهم ما غاديش نخرجوا حتى السبعه ولا الثمانيه غادي عاود نمشيو للدار نطيحوا كا ولكن الصبر غنخدم واحد 20 يوم ولا شهر بعدا نتزهروا ونخلصوا البيرمي نتكساو وراكم تما نضرب البطاطا على قلبك انا فامي نسينا العصير ما شربناش قبيله باش ندوزو به والكيسان ما جبناهمش غادي كل واحد يدير نص انت ندير لك نص وانا نص هنا عندك زله ايه ما تحركنيش داكشي بالعبار زين ايه واش تحشي لا هادي غلاده حساب صابون حساب لا فامي حقهم الجنة كيما ديما واش لا فامي واو جبدنا عليها بواحد النعسة خوتي ما مشينا عمرنا لا شكاير حتى وزة تغدينا سالينا الغداء مع ديك الوحدة وربعين ونجبدو عليها واحد النعسة خوتي يقولوا لي الله يرحم باكم واش اللي يضرب مرميطة قداش مازال يقدر يخدم او والله الا دوختنا والله الا طحنا نعود الصامط كاو شوفوا غيني يعطيكم الخبر هادو كانت 43 من الوحدة 43 حتى 43 عشنا شي جوج سوايع وباقي 20 دقيقة ان شاء الله للربعة باش نبداو عاود الخدمة حيت عندنا حنايا من 8 للوحدة خدمة ومن الوحدة للربعة راحة ومن الربعة للستة خدمة ديك من الوحدة للربعة يا نقدو نعسو فيها يا نقدو نمشيو نخدمو الفلفل ثلاثة اورو الشكارة اللي هي 30 درهم ومشينا كون بغينا نمشيو حنايا مرة بلاصة ما نرتاحو نمشيو نهزو الشكاير حتى واحد ما يقولنا نمشيو نقدو لا جبنا ثلاثة لا جبنا ربعة الشكاير نتوما ديرو ثلاثة اورو الشكارة شي 120 درهم اللي هي 12 اورو كنقولكم الدراهم الناس اللي ما كتعرفش بالاورو يعني ماشي مشكل بغينا نرتاحو اليوم حيت فغيمون البارح ضربنا تمارة بزاف معزينا الشكاير بزاف بغينا اليوم نرتاحو وما خدمناش ولكن هاني راه من 8 للوحدة 5 سوايع وبلاتي عاود من 4 ل6 جوج سوايع هي 7 سوايع في المجموع و 7 سوايع راه كيعطينا فيها شي 450 درهم 45 اورو فاللهم الخدمة خوتي حسن من الراحة ولكن واش غادي نقول لكم جبدنا عليها بواحد النعسة يلاه فقنا فيقنا غير الباترون ها هو جا جعدنا راه جالس معانا وصافي نتسناو الربعه باش نبداو غادي ندير قلت واش غادي ندير صحت لي خو شي فران الفران مازال ما طابو حتى الغدا غادي نهزو ان شاء الله لاصاج غادي نهزو الشكاير العامرين نديهم للفران وسولتو فوقاش غادي نسرجيو قال لي حتى الغدا ان شاء الله وراه شادني الرواح اخوتي ننصحكم اللي كيخدموا بعدو من الماء بارد والله الا كنت خدام وسخون شربت الماء بارد الرواح والله الا راه داير فيا حاله ومن عاد بهذه الخدمه ما باغيش نمنك صراحه هاي لا فامي لقيتوني نغسل غسلت وجهي واحد شوية راه فيا نموت نتاع النعاس شي نخدمو على راسي الصمار دي معاك القرعة هاك ديرهم هنايا كيف عسى انطونيو السلام عليكم اما ترى واخا نمشيو نسرجيو شي شكاير انا خلينا البارح هنايا شي وحدي ايوا انا نفيقو شوية والله الا نعسنا خوتي اش غادي نقولكم عمري نجيب مرميطة والميطه بغيت تاكلها خويا كلها في دار كلها كلها وروح في نيشان ديال الدار ترقد اما باش تضرب لي مرميطه قداش وتمشي تخدم راه مستحيل واش هاد السمار شوفوا غير وجهه يعطيك نعس انا قول لهم النعس اللي ضربنا وي وي حلوه اجا الباطر عطاها هاد الركله قال له هذا صاحبي واش تولي نعست بس كراهو ما يشطو غنخوي وهذا الشيء اللي هنايا عاد نمشيو نسرجيو المهم لا فامي انتما حنا الشكاير خويناهم ليا في الكراج غادي نمشيو درك نمشيو نعمرو اللي داروا الخدامه الصباح غادي نمشيو نعمروهم اللي دار اللي داروا من الصباح حتى العشيه وغادي نجيبوهم غادي يمكن نديهم لواحد المزرعه بعيده منا بشي 15 كيلومتر بعد هاد الفار نتاع هاد المزرعه عمرو كاملين اسمحوا لي راني نهضر شويه داير راه والله الا فيا الموت تاع النعاس راه باقي دايخين وليت مليح
بالعكس انا نعس ولا اسم دقدق اكثر ما اكون الخدمه اخوتي اعتصامات لقيتو نسرجيو ها انتم يلا اعتصام ليتس جو واو على حراره كاين اخوتي واش غادي نقول لكم وزيدوا راه فيا الروح ولكن هانيه ماشي مشكل كلشي يفوت ان شاء الله داك الماء صاحبي غادي يبرد غادي يسخن غادي نموت هذيك كانت تلج الحراره صاحبي والله الا كان تلج شوفوا كي ولا هذا هو اللي كان تلج صافي روح ها هو جا يلا بلاتي انا نشرب يلا تنعمرو بعدا انتم الخوت حنا نسرجيو حنا قرب نعمرو الرومون خصنا مازال نزيدو اخرى شوف شحال باقي ليتس جو هانتوما هادي نتاع النيف هادي كاس سبراي كيديرو لها باش نروح شويه بحيت اللي فرا يحرقني بزاف الرومورك حنا سرجيناها باقينا لا سرج ثانيه ودرك هادشي راه ماشي غادي نديوها غير هاد المزرعه سديوها على المزرعه اخرى بعيده قريبه للفيلاج نتاعنا بشي 20 كيلومتر منها ولا ودعيو معانا خوتي رانا بحال كنجاهدوا والحمد لله والله الا البارح زعما سرجينا وكانت واحد الحراره والله الا داك النهار جامي نساوه انا الصامد لا الصامد ولكن اليوم الحمد لله واخا حنا نسرجيو كاين واحد الريح راه يعطيه لنا ربي بحال لا كيعاونك ماشي راه يصوت الريح كيصوت واحد الريح كاين الحراره وكيصوت واحد الريح بارد والله الا داك العيا الا كيمشي اليوم راه حنا صافي احسن من البارح كاين نهار كيكونوا قاصحين كاين نهار كيكونوا قاصحين بحال اليوم وركنا من الوحده و40 ولا حتى 3 ونص عشنا من 3 ونص بدينا اليوم خرجت حتى 6 ولا 7 ان شاء الله يلا خوتي بقاو معنا واش لافامي راه حنا كملنا لا سارج راه 46 اليوم غادي نخرج حتى 7 انتما لقيتوني كنجيب شويه نتاع الحطب فيها باش يشعل الفرارن باش يطيب الفلفل والله الا ضربنا اليوم تما راه صراحه غادي نهز هادي وحده راه لهيه لا لا المهم تدهري والله الا عيان اخوتي غنصبر هاد 20 دقيقه اللي بقات دابا هذا المشكل واخا ارتاحينا قبيل ديك الراحه راه كتحسب بحال الخدمه راه انت واخا تكون مريح هنايا في الخدمه راه كتحسب بحال خدام كتعيا والله الا كتعيا المهم نسرجيو هادو وصافي نجيبو شويه الوقت باش نتحركو للدار عيينا اخوتي راه بحرام نجيو ندوشو كذا ونصلي وهادي صافي كان كنلقاها العشره كنعس كنوض عاود نفس الروتين ولكن هانيه الواحد يصبر كندير واحد الطريقه باش ظهري يتسرح كندير هاكا بعدا كنجبدو معيت هادوك الخشبات اللي هزيت ثقال درك غادي نهز عاود الصغار باش يشعلوا فيهم النار هادوك هما اللي كيشعلوا النار الصغار باش كيطلقوا في الكبار والكبار ضروريين هما اللي كيشدوا النار الا دار الصغار غادي يطفاو الكبار كيشدوا تا نهار هانتوما راه فاهم دوك هزيت غير الصغار يلا خوتي راه باقي 7 دقائق يلا 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 4 دقائق اخويا الصامد يلا باش نخرجوا مع السبعه ما نديرها هنا 4 دقائق ها نديرها هنا ديرها غير هنا صافي بقى لنا الفواياج التالي اخوتي الصامد اللي عاوني فيه هو كان تما كان يشطب واحد البيت فين غادي يديروا النار فين باتو قنبته انا فين قنبته حنا غاديين اللي ما وصلنا الباتروم حيت الصامد الطوموبيل نتاعو راه شويه خاسره خاصها الصدمه شوفوا واش عنده هنا باش عرفوا بلي كيمشي للمغرب عنده درهم والله الا درهم ما كيمشي هو للمغرب بزاف قال لك كيعجبني المغرب هذا شي مره يدير لهم شي مشروع تما كيقولوا لهذا رزق واعر بنا المهم هذا وصلنا كنت داير زعما اليوم باش نخلص البيرمي راك عارفين كل مره كل سيمانه كل المهم كون ما كنجمع شي سنتيم شي دورو
كنمشي نخلصو في البيرمي باش نقص عليها حيت اخوتي راه فيها بغا راه فيها بزاف كريدي والله الا اكثر من مليون هذه هي بيرمي قالت لك يا باش ما يجينيش قاص حتى فاش نجي فاش نديه ونجي نخلصو هذيك هي راه 7:30 تقريبا وكيبلعو مع 8 فين ندواش فوقاش نصليو غادي نخليه يمكن حتى لغدا ان شاء الله ايش لا فامي والله الا يلا وصلنا تخيلوا معايا راه 8 قبل 10 والله الا ضفه حتى ما راه ضربناها اليوم وما خرجناش بكري ولكن ماشي مشكل صبر هذا كنضرب دوش وخصني نمونطي الفلوغ الفلوغ والله الا كندير فيه جوج سوايع نتاع المونتاج ايوا هذيك هي لا فامي ندواش نمونطي لكم هذا الفيديو حيت لا مونطيت لكم جوج قدام ماشي نقدر نفلوغ لكم ما عنديش ميموار والله الا المونتاج راه كندير فيه جوج سوايع ونص ولا واخا بالتليفون هاكا عارفين كنريكلو نزوقوه شويه غادي وعاد زيد باش يتكسبورت راه شحال شي ساعه ولا باش تحط في يوتيوب يعني كنضربو تما فيهم صراحه ورا فاش كنخدمو بلوغي راه كتحسب كندير جوج خدمات ولكن تستاهلوا اي حاجه تنتو ما تنساوش تسبورتينا بشي لايك شي كومونتير ما تنساوش تعيطوا في الدروس سخفنا